طيب السلام عليكم يا شباب. صلاة ثم تسليم مجدد على الهادي إمام الخلق أحمد. إذا ما شئت في الدارين تسعد فاكسر بالصلاة على محمد. لا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. وقم في الليل وادع الله وارغب لربك بالصلاة على محمد. وقل يا ربي لا تقطع رجائي وكلي بالصلاة على محمد. صلوا عليه. طيب يا شيخ عزيز لك سؤال عن يعني الصوفية في حد ذاتهم، أنا عايز أخيرك بس من خيارين، هل هم مسلمين ولا كفار؟ يعني سؤال محير شوية، شايف في بعض يعني عندكم اختلافات، أنا ما أعرف بس داير أعرف النقطة دي كزول ما أعرف وداير أعرف يعني علم إنه الحاصل شنو في النقطة دي. تفضل يا شيخ. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد فإن شاء الله طالما سألت بنجاوبك نحن، لكن قبل الدخول في الجواب في السؤال، الأبيات التي ذكرت هذه الأبيات كون صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام ده من الدين. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا شنو تسليما. لكن الأبيات دي فيها خطأان نحن سمعناها كثير جدا. الخطأ الأول أنه علق قبول الأعمال من الصلاة والصيام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الزول اللي بيصلي وبصوم وما بصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام الله ما بيقبل شنو صلاته. هالكلام ده ما صحيح، كلامنا ما صحيح، لأنه أنت إذا صمت لله سبحانه وتعالى أو صليت لله في شرطين، إذا توفرا الله بيقبل عملك. اللي هو الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بشنو بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث في البخاري ومسلم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. فإنت لو نيتك مخلصة لله سبحانه وتعالى، أنت مخلص لله ونيتك خالصة، ده الشرط الأول. الشرط الثاني إنك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وده حديث أظن المجلس ده كله أو الموقف ده كله حافظه، حديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني شنو أصلي. إنت إذا توفر فيك هذان الشرطان قبل الله شنو صلاتك، دي نقطة. النقطة الثانية إن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مقبولة من غير باقي الأعمال، يعني كأنه الأعمال الثانية لو أخلصت فيها الله بيقبل، لو ما أخلصت ما بيقبل، لكن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام حتما كما ذكر حتما مقبولة حتى لو ما أخلصت فيها. والكلام ده باطل، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. والله قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله شنو مخلصين له الدين. فإنت لو صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام مخلص لله الله بيقبل صلاتك على الرسول عليه الصلاة والسلام، لو ما مخلص لله قدام الناس ساي هم صلي على محمد وعلى آل محمد قدام الناس ساي عشان يشكروك، ده الله ما بيقبله. الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربي عز وجل أنه قال أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ده بالنسبة للأبيات الذكرة. النقطة الثانية مسألة الصوفية وما الصوفية وكذا إلى آخره. الصوفية ديل هون شنو يا جماعة؟ أنتوا بالراحة فهمون النقطة دي. الصوفية ديل ناس عاينوا للمسلمين ومرقوا من نصهم. الناس المسلمين قاعدين يلبسوا جلاليب وطواقي وبصلوا في المساجد وبنادوا الله براه في الشدائد وما بعلقوا حجبات ولا غيره. الصوفية خالفوا المسلمين في المسائل دي. كيف؟ مش في مسألة الجلابية ولا قد، لا، الصوفية بيقولوا واحد بيقولوا غير الله بيخلق. أفهم الكلام ده؟ أنا بديك لبل الكتب وبالصفحات، نكون دائرنا نختم لأنه الزمن شنو مشى، لكن أفهم الكلام بالراحة كده.
الصوفية بيقولوا غير الله شنو بيخلق، والمسلمون بيقولوا غير الله ماله ما بيخلق. أيوة، الدليل إنه غير الله ما بيخلق، قال الله تعالى في القرآن والآية ذكرناها قبل شوية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن أداة نفي، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وبعدين رب العزة والجلال قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نازل فيهم طلبة، بعرفوا الكلام ده، شيئا نكرة ولا نافية، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما يقدر يخلق أي شيء في الدنيا دي نقطة. طيب، الصوفية في كتب عندهم كتاب اسمه ليك سلام مني، تأليف عبد الرحيم محمد وقيع الله البرعي، قال في شيخ اسمه تتا، قال في شيخ اسمه شنو تتا، صفحة 40 ل 44، انت اخونا سأل تركز في الكلام ده كويس، بعد ذاك الباقيين يركزوا. قال تتا ده مرته قالت له: الشيخ دار لي خادم تخدمني، هذا غسل العدة والهدوم ولنا حاجات قش، مش مفروض يمشي أجر لي مرة من السوق بتخدم وكذي؟ لا لا لا، قال: لا أحضري فأسا وثوبا. صفحة 40 ل 44 في الكتاب اسمه ليك سلام مني، تلقاه في الدار السودانية في بعض الكتب، بعض المكتبات تلقاه في أم درمان جنب المسجد الكبير. قال: فقال لها الشيخ: أحضري فأسا وثوبا. قال لها: جيبي فرار وجيبي شنو توب، هسي ده علاقته بالمرأة اللي بتخدم شنو. قال: فأخذ الثوب والفأس ومعه رجل اسمه عبد المحمود، فذهبا إلى الغابة، بعدين قطعوا غصن بقدر قامة الإنسان، لموا في عود قدر الزول طق قطعوه خدتوه. قال: فوضع من فوقه الثوب ثم أخذ سبحته، ده اللي بعكر الأمزية، حاجة ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: شال السبحة كر 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 كر. قال: فتحرك الثوب، الثوب تحته شنو؟ عود، انتم مركزين الحمد لله، عود. قال: فتحرك شنو؟ الثوب. قال: فأخرجت امرأة رأسها فقال: بخيت بخيت بخيت، ثلاث مرات. فأخذها عبد المحمود من يدي، وده الماشي مع تتا، وذهب بها إلى زوجة تتا فعاشت عندها سنين ثم ماتت. البرعي سوى فيها أبيات، قال: مصطفى عركينا مع ود علي المكروم، وتتا الفلات القلب العود مفهوم. الله قال في القرآن: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الله خلق الزول من شنو؟ من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ده البشر خلق واحد من طين الأب الأول، وتاني من سلالة من ماء شنو؟ مهين. صوفية جابوا موديل جديد للخلق، بشر من شجر وعود عديل، قلبوا بخيتة، هو الزول بيلدوه بيقعد له سنة ولا سنتين يحبه، بعد شوية يمش بالسرير، بعد شوية يمش زي الناس، بعد شوية يبقى شاب ويمش. ده من عود قلب بخيطة طوالي، لا سمى ليها لا كذي، بخيطة قامت مشت طوالي، تخيل يعني ذو العود قطعوا، بعد ذاك جر سبحته العود طوالي فو فو فت مرقة كابتن ماجد. ده دين يدال لله تعالى به؟ الكلام ده مخالف ولا ما مخالف يا أخانا؟ مخالف للقرآن، لأنه الله قال في القرآن: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. بعدين الصوفية بقول لك نادي الشيخ، شوف الفهم ده غريب كيف على قلب، زول مات تغسله وتكفنه وتشيله في عن قريب أربع رجال ما قادر يتحرك، يدفنوه، بعد شوية الأربع رجال ذاته يمشوا واحدين بعيد يعتروا: يا فلان الحقنا، هنا شالوا دخلوا القبر. الحقك كيف انت دخلته انت؟ يعني الحقك كيف كذا؟ بالراحة اشرح لنا النقطة دي. والحقونا وافزعونا. قال البرعي: قال: إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. قال كان جات مصيبة في البلد، نادي منه إسماعيل، ناس جريدة الدار، أفشل جريدة سودانية، طبعا ده ما عندهم موضوع،
مواضيع كلها أغلبيتها جريد يقود صاحبه إلى المحكمة، وجود غنماية في مبدة بخمسة كرعين، وما بعرف بيت بتبكي قزاز، جابوا غنماية في مبدة ولا في محل تال، المهم أعرف غايته. بعد ذلك قال آخر خبر قريته، والله من آخر الأخبار، قال اصطدام سيارة بدجاجة عربية طقشت شنو دجاجة، قال السيارة تتضرر والدجاجة ما زالت على قيد الحياة. الدجاجة كويسة، ما أعرف ودها مستشفى الشعب ولا وين ما بعرف، وقال وده والعربية مطفوجة، جايبين العربية زي الطافي لمبة بجنبة بجنبة، والدجاجة ما جابوها، الديك بيكون غار عليها ساقة بركشة ودها القفص البيت ده بجاي باسم الدين، والله الذي لا إله غيره، وبغير اسم الدين، ديل بغير اسم الدين، لكن واحدين باسم الدين. فالمهم جريت الدار جابوا، قالوا إسماعيل ده ذاته البرع اللي قال لك نادي في الشدائد ده، قالوا الغفير بتاعه ناس جريت الدار على لسان واحد اسمه رضا وبيتكلم. بعد ده قال أنا بعد ده نسكت، نزل حفروا قبر الشيخ مزيد وحرقوا قبر الشيخ إدريس الأرباب، وبعدين ضبحوا، ركز في النقطة دي، ضبحوا غفير الشيخ إسماعيل، الغفير الحارس القبة لموا في شنو ضبحوه، والشيخ قال لك من آخر الدنيا ناديه في الشدائد، وغفير الحارس ذاته عملوا له شنو ضبحوه. الكلام ده بيستقيم؟ انت كان بتحمي ما تحمي الغفير بتاعك ده، ده لموا في ضبحوه، ده الحارس القبة ويخوفك، بعدين تنادي الشيخ وتسوي والحقونا وافزعونا واكتبوها في العربات. عربية هذه قاعدة في العزبة لقيتها بغادي قادمين فيها يبشام ورا وقدام، تنادي الشيخ يبشام ورا وقدام، ده مصائب قاعدة في البلد دي، يوتحسون من المدفونة يدفنوها هون، ويقول لك نادينا منها الدفنة منو ذاته، ودفنوا شنو الدفنة منو ودفنوا شنو فيها، مصائب كلها في البلد دي باسم دين الإسلام، والله الذي لا إله غيره. نحن أقول لك نادي الله بس، لا نادي شيوخنا ولا شيوخنا، والله يعني أنا الشيخ اللي بيموت نقول الله يرحمه نغسله ونكفنه ندفنه، ما فيش انتهى بعد ده، الله يرحمه خلى علم بالناس بتستفيد من علمه. لكن ده الشيخ مات يا دوب بدت المسلسل، أبويا الشيخ مات، تبرعات للقبة، ابنه له أوضة، العزاب يلاف في الأوضة للميت، والعزاب يلاف من غير أوضة في البلد دي. بعد ذاك سووا له أوضة، يسووا له باب وترباس وطبلة، أي قبة مش يشوفها، شوف القبة دي باب وترباس وشنو وطبلة، وتناديه ويعني لو حي إلا يجي الحوار يفتح له، وما مطبول جوا، انت ركز في الكلام ده كويس، هو مطبول ببابه وطبلة، ولك تقول ليه ساوي الباب ده لشنو، ولك والله خايف الجماعة ديل يجوب الليل، أيوة يعني من الجماعة أي طيب بتخوفنا بلا شنو، بنفخكن وبغير فيكن وبيعمل ليكن وبسوي لك يا اخي، ما بسوي اي شيء شغله دي، لو بيسوي لنا لو بيسوي شيء كانوا عوجوا حنكنا ده ما بسوي اي شيء للنازل كذا. بعدين الصوفي بيقول لك نادي غير الله، واحد اثنين ثلاثة، يقول لك غير الله بيعلم الغيب، تروح منك شيء يقول لك مش لفلان، زي ما قال بتاع الختمية، قال انا الجليس على العرش المحيط كما احط بالغيب تفصيلا واجمالي، كله قال انا الغيب بعلمه، والله الذي لا اله غيره. والله تعالى قال في القران قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان شنو يبعثون. فعداك مسلم ولا كافر دي بحسب الشخص ذاته، ما يزول وقع في غلط ولا كفر، نحن طوالب نقول لك كافر، نحن ما تكفيرين، افهم الكلام كويس، بنجي نقعده يا فلان انت قلت كذي، اي كلام ده مخالف للقران، ده رده يا اخي، رده عن الدين، تنادي الشيخ دليل شنو على انه رده؟ قال تعالى قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله، انت الله هذاك قلت لا اله الا الله، لا اله الا الله يعني ما بعبد الا الله سبحانه وتعالى، وما بيستحق العباده الا الله سبحانه وتعالى، ثاني ليه تنادي الشيخ ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله؟ قال لك لا 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 لا، انا بناديه وبناديه، تقول له يا اخي الكلام ده مخالف للقران وتشرح له،
فسروا. لا لا بس انا كذي، انت وهابيه وانا ما بقبل كلامكم، وانا كذي بس. واحد في السلمه قال لي المكاشف ده لو خاش في جهنم بخش معه، لو خاش في جهنم بخش معه. قلت له مبروك عليك، السلام عليكم. والله قلت له مبروك عليك، انت دايره براك، انا ما الحكم لله سبحانه وتعالى، انا ما بحكم عليك بجنه ولا نار. فافهم النقطه دي، نحن ما اي زول وقع في كفر طوالي من كفر. في زول قد يكون جاهل، في زول قد يكون ما عنده شبهه، في واحد تاني تلقاه كبير في السن ما سمع بالكلام ده اصلا، واحد تالت تلقاه مكره الكلام ده الغموله والرغام، واحد رابع او تالت ده تلقاه مجنون، زول مجنون بنادي الشيوخ اه فلان الحقنا ومجنون، ده انا اكفره وده القلم مرفوع عنه، قلم مرفوع عنه. فافهم الكلام، نحن ما نكفر زاي زول البراء وقال انا والله ما برجع وانا كذي وانا كذي وبس كذي رجاله كذي بس ولا مزاج ولا غيره، ده بطريقته ده بعد ده نحن بينا له. والله قال رسلا مبشرين ونحن بنتبعون، احنا ما رسل لكن بنتبعون، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فده الجواب على السؤال. صوفية دل عليه ضلال ما عليه مناج الحق، وبنجي ان شاء الله كل حلقة بنتكلم في المسائل دي ونناقش غيرها. انا قبل والله كنت دار اتكلم في البنات بعضا بعد العقيدة وبين التوحيد، في بنات كنت دار الدين بعض الكلمات كده لعل الله ينفع بها، بنات بتاعت بنات لين، واحدات لابسات لبس، المرة في بيت في وقت النوم بتلبس لافات زاي كذي في الشارع، هسي جوط الكهرباء تقطع يسرخن، والله الذي لا يلغى رجايات للمصيبة في محله كذي بجنبه وجوطه كذي، ومصائب كلها في ميزان الشريعة. نحن بنبين الحكم الشرعي فيها وننصح، لأنه في واحدات واحد بتنصحها بتمشي تراجع نفسها تتوب، تتوب إلى الله. واحد هناك جنب المطار، واحد أخونا اسمه عاصم، أنا حاضر المشهد ده قبلي 6 ولا 7 سنة ولا أكثر، 2009 ولا 2010، بيتكلم قال البت اتقي الله بالمعنى ده وتتوب إلى الله وفي نار وفي جنة. البت لابسة بنطلون يا دوب أولى سنة ولا ثانية سنة حاجة زي بقى لابسة البنطلون، سمعت الكلام، شوف في ناس فيهم خير سمعته، كوركت بصوت عالي أنا سمعتها، قالت والله آخر مرة من الليلة تاني بنطلون ما بلبسه. قال قلت لها كويس آه الله يوفق وكذي، ما صافحت قلت لها من بعيد الله يوفقك وكذي، طيبات للطيبين إن شاء الله تلقي لك واحد طيب ماشي في ترجعك تاني البنطلون. والموضوع يطول إن شاء الله إذا مد الله في الأجال، إحنا بنجي ونواصل وما تشتغلوا بأي زول. يا جماعة دي كلمة أنا أختم بها، الناس في ناس دارت تسمع، والله الذي لا إله غيره جزول بجنب كورك وزي بتاع التوسان الجبل ده، هسي يوم بتاع العربية ده وقف محترم قاعد يسمع، جاء بتاع التوسان ولا غيره جاط، الحركات دي نحن بنعرفها 10 سنة في الموضوع ده عارفينها، جاء كورك بجنب ما تقيفوا جنبه، خلوه كورك ينبح براه ويمشي، لكن انت لما تقيف جنبه وده يقيف جنبه الناس بتقول في شنو؟ في شكله. بعد شوية الحكومة بتجي توقف الشغلة دي، الناس تبقى مفتحة، جزول كورك بجنب خلوه كورك ينبح براه وصوته حرقه بيبقى مارق. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.